تحيات طيبات، السلام عليكم ورحمة الله. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وأشار إلى أن هذا اقتراح أمريكي فرنسي ولم يرد عليه رئيس الوزراء حتى الآن. وأوضح مكتب نتنياهو أن الخبر عن التوجيه المفترض بتهدئة القتال في الشمال هو أيضا عكس الحقيقة. وقد أصدر نتنياهو تعليماته للجيش بمواصلة القتال بكامل قوته ووفقا للخطط المقدمة إليه، كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب. بالمقابل، نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي توقيعه اتفاقا لوقف النار بعد لقائه بلينكين وهوكشتاين. وقد رحب ميقاتي بالبيان الدولي وقال إن العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل. قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنية تحتية لنقل الأسلحة من سوريا لحزب الله في لبنان. وفي الأثناء قال وزير النقل اللبناني إن ضربة إسرائيلية استهدفت معبرا حدوديا بين لبنان وسوريا على الجانب السوري. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم ضرب نحو 75 هدفا لحزب الله في الجنوب اللبناني وفي منطقة البقاع. وأضاف أن الغارات قد استهدفت مستودعات ذخيرة ومنشآت لتخزين الأسلحة وقاذفات جاهزة لإطلاق النار. وأشار إلى أن الضربات قد طالت أيضا عناصر في حزب الله وبنى تحتية أخرى. واليوم الرابع تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان مستهدفة مدنا وبلدات في البقاع والهرمل في الشرق، إضافة إلى قرى الجنوب، مخلفة أضرارا جسيمة في الممتلكات والأرواح. أعنف هذه الغارات كانت على منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث سقط 46 قتيلا بينهم 23 في غارة يونين وحدها. أما ليلا نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على قرى وبلدات البقاع، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وأفادت مراسلة الحدث بأن جثث ضحايا غارات البقاع لا تزال تحت الأنقاض مع عدم توفر الآليات اللازمة لرفع الأنقاض. وقد دعت الأجهزة الصحية في البقاع شرق لبنان إلى التبرع بالدم. هذا وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن عدد النازحين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان تجاوز سقف 70,000 نازح. العدد يلي هو موجود حاليا بمراكز الإيواء والمسجلين رسميا هو 70,100 نازح موجودين ب 533 مركز. هال 533 مركز هن تحت إدارة المحافظين يلي هن المحافظين عم يهتموا فيهم. نحن اليوم بدنا نناقش الاحتياجات اللوجستية للمحافظات والاحتياجات اللوجستية كمان لمراكز الإيواء، الاحتياجات اللوجستية للمدارس. نشاهد الآن هذه الصور المباشرة إذن للغارات الإسرائيلية المتواصلة والمتجددة على الجنوب اللبناني، كما نشاهد يعني هذه الغارات التي تحدث دمارا كبيرا، أعمدة الدخان تتصاعد في سماء الجنوب اللبناني. تتواصل إذن هذه الغارات بعد ليلة وصفت بالأعنف، وذلك بحسب بعض التقارير اللبنانية، نتيجة لغارات مكثفة على مواقع مختلفة في الجنوب اللبناني، لا سيما أيضا الجزء الشرقي من لبنان في البقاع. في سياق هذه الساعة الإخبارية، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن تركيا تستعد لإجلاء محتمل لمواطنيها وللأجانب من لبنان، وذلك مع استمرار إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله.
معي مباشرة من البقاع الأوسط مراسل الحدث محمود شكر، وينضم إلي من مرج عيون موفد الحدث أحمد بكاتو. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك شكر، نتحدث وكنت أشير إلى ليلة وصفت بالأعنف في تاريخ هذه الحرب، في تاريخ الغارات الإسرائيلية على مناطق شرق لبنان تحديدا في البقاع، ماذا عن ذلك؟ نعم، هذا هو التوصيف الدقيق لهذه الليلة، بدليل إلى أن عدد الإصابات على مستوى الضحايا والجرحى قارب ما بين 70 إلى 80. نتحدث أقله عن 45 ضحية موزعة ما بين 3 بلدات هنا في البقاع الأوسط، وتحديدا في حي الكرك الذي هو على جانب كتف مدينة زحل من جهة الشمال. الغارة أدت بحسب المعلومات إلى سقوط عائلة بأكملها، عدد أفرادها من 14 إلى 15 ضحية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. تسمح لي أقاطعك إذا سمحت لي يا محمود، عذرا فقط بدي أنتقل إلى بكاتو، لأنه في مرج عيون الآن هناك غارة إسرائيلية عنيفة. بكاتو إن كنت تسمعني، وإذا كان بإمكان الكاميرا بطبيعة الحال أن تتحرك هناك. نعم، أهلا بك. بالفعل غارة جوية قبل حوالي دقيقة واحدة استهدفت هذه المنطقة، منطقة صديقين. يمكن لزميلي علي أن يتحرك بالكاميرا. هذا الدخان المتصاعد بعد غارة قوية استهدفت هذه المنطقة. عدة غارات في المحيط، المكان الذي نقف فيه، يعني نحن نقف في تلة مرتفعة تشرف على العديد من الأقضية. تم استهداف أيضا قبل قليل عدة أماكن في النبطية. نتحدث أيضا عن رد لحزب الله، حيث استهدف منطقة برجليموت. أيضا كان هناك غارات إسرائيلية على بلدات شوكين وجبشيت ووادي زفتة في الجنوب، في المناطق التي يعني تشرف عليها هذه التل التي نقف عليها. أيضا غارة استهدفت بلدة الحلوسية ورب ثلاثيم. يونين أيضا نالت نصيبا من هذه الغارات، نتحدث عن سقوط 9 ضحايا فضلا عن 11 جريحا. في هذه المنطقة ما زالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة. يعني عندما نتحدث عن استهداف للعديد من المناطق، الجانب الإسرائيلي يقول أنه يستهدف أماكن عسكرية، لكن من ناحية أخرى يعني هذه أيضا قذيفة أخرى يمكن أن تشاهدها، يمكن لزميل مصور أن يستعرض. هذه قذيفة أخرى سقطت لتو في اتجاه النبطية كما تشاهد هذه القذيفة. يعني على مدار الساعة عدة قذائف تسقط في شبه هذه الدائرة التي نقف فيها، يمكن أن تراها بوضوح. هذه هذا القصف المتواصل من قبل الطيران الإسرائيلي يقول أنه يستهدف مواقع عسكرية لحزب الله، لكن ما نراه هو أننا يعني هو مناطق سكنية بصورة كبيرة. هذا ما نراه، وكما ترصد الكاميرا هذه الجهة. يعني جهود وزارة الصحة والدفاع المدني جهود كبيرة، لكنها لا تستطيع الوصول أو يعني تحقيق ما تريد في ظل هذا القصف المتواصل من قبل الطيران الإسرائيلي الذي يستهدف العديد من البلدات والقرى في أقضية صور وجنوب لبنان والعديد من الأماكن. أيضا كفر رمان في هذه الجهة، وكفر جوز أيضا تم قصفهما بسلسلة من الغارات. نتحدث عن أيضا قصف مدفعي طال بلدة الطيبة وطال بلدات أخرى في الجنوب اللبناني. حزب الله من جهته يقول أنه يستمر بالرد على مواقع عسكرية لإسرائيل ومستوطنات. نتحدث عن كريات شمونة، كريات موتسكين، وأيضا بعض المواقع العسكرية وأحد مصانع تصنيع المتفجرات التي تم استهدافها من قبل حزب الله، الذي ينعي أيضا بصورة شبه يومية منتسبيه الذين قضوا في هذه العمليات. نعم. التي تقوم بها أو يقوم بها الطيران الإسرائيلي. طيب. يعني عندما التقينا المواطنين أثناء قدومنا إلى هذا المكان، يعني يقولون أنهم في حاجة إلى إيقاف إطلاق النار، يعني ربما يأملون أن تسير المفاوضات التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام إلى طريق ينتهي بإيقاف
إطلاق النار بين الجانبين، رغم أن الكثير منهم قرروا المغادرة والابتعاد عن جنوب لبنان إلى مناطق أكثر أمان. طيب أعود مرة أخرى إلى شكر، وأيضا مواصلة لرصد الحل الميدانية كما كنت تذكر وتسرد محمود. نعم، من هنا في البقاع الأوسط وتحديدا إلى الغارات الأخيرة منذ حوالي الساعة، وتحديدا في جرود عين كفر زبد قساية من جهة عمق السلسة الشرقية لجبال لبنان، حيث أغار الطيران الحربي أيضا على مقرات تابعة للقيادة العامة الفلسطينية التابعة لأحمد جبريل، وهذه الغارة كانت على دفعتين متتاليتين. ولكن الأهم في الغارات خلال الدقائق الأخيرة هي التي تركزت عند الأراضي المتداخلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، وتحديدا المقابلة للهرمل في حوش السيد علي. الأهداف وبحسب مصدر عسكري اتجهت إلى 4 نقاط، محلة في الداخل السوري تعرف بإبش استهدفها الطيران، كما استهدف قبلها وبعدها، استهدف أيضا معبر يعرف بمعبر مطربي. المعلومات تتحدث عن أن هنالك جسر يربط لبنان بسوريا أيضا استهدفه الطيران، وكان هنالك موقف منذ بعض الوقت لوزير الأشغال العامة حمية يقول إلى أن الطيران استهدف معبرا في الأراضي السورية، بالإضافة إلى محلة تعرف بصالح وأيضا الأراضي في حوش السيد علي. إذا أخذنا السلسلة الجغرافية من حيث البقعة من الهرمل ونزولا إلى عمق مدينة بعلبك، تحديدا ما بين يونين وأيضا النبي عثمان كانت على موعد مع الغارات، بالإضافة إلى غارة في محلة تعرف بالسفري عند مدخل وسط أوتستراد بعلبك من جهة الشمال، عليه الغارات الإسرائيلية على قدم وساق. الأعنف فيها كان في يونين، حيث سقط ما بين 23 إلى 25 ضحية من التابعية السورية، وأيضا عدد كبير من الجرحى. هي الليلة الأقسى كانت على البقاع خلال المواجهات التي بدأت منذ سنة، وخلال المواجهات التي انطلقت مع بداية هذا الأسبوع. طيب أعود إليك مرة أخرى بقاتو، بطبيعة الحال نحن نرصد الوضع، وضع الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حيث أنت بقاتو، وأيضا على البقاع بأقضيته حيث موجود محمود شكر. دعنا نفصل بطبيعة هذه الغارات التي تستهدف الجنوب، في إشارة إلى النبطية صور أيضا للقرى المحاذية يعني في الجنوب والأكثر عمقا أيضا في منطقة الجنوب. نعم، نحن الآن نقف في المنطقة الأكثر عمقا في منطقة الجنوب. هذه المنطقة كما ذكرت لك يعني نحن نشرف على تلة عالية تشرف على الكثير من الأقضية في النبطية وفي جنوب قرى جنوب لبنان. هناك استهداف متواصل طوال الساعة، لا تمر 10 دقائق أو ربع ساعة أكثر إلا ويتم استهداف العدد من هذه القرى الموجودة. بالطبع يعني هذه القرى التي نشاهدها ويعني وكما كنا ننقلها قبل قليل هي أغلبها قرى سكنية بالدرجة الأولى، لكن يتم استهدافها بالطيران الإسرائيلي. يعني بالأمس النبطية استهدفت بعشرات الغارات، النبطية تتواجد من خلف في المنطقة التي تظهر من خلفي، تم استهدافها بعشرات الغارات، وكان يعني جل الذين سقطوا هم مدنيين. أيضا تضررت المستشفى، مستشفى النبطية تضررت جزئيا جراء هذا القصف المستمر. يتم أيضا استهداف يعني رجال الدفاع المدني ومناطق أو مباني الدفاع المدني، الذين أعلن مدير إدارة الدفاع المدني هنا عن أنهم تم إبلاغهم بضرورة مغادرة هذه المباني. يقولون هذا يعني مدير الإدارة الدفاع المدني يقول أنه يتم الآن تنفيذ خطة طوارئ وإعادة التموضع والانتشار بحيث نحافظ على أرواح العاملين، وكذلك يتم تقديم
المساعدة للمواطنين الذين يتعرضون أو تتعرض مناطقهم لضربات إسرائيلية. من الجهة الأخرى يقوم حزب الله بالرد بصورة مستمرة على هذه الضربات عبر إطلاق رشقات الصواريخ التي تستهدف غالبا المستوطنات التي تقع في شمال إسرائيل، نتحدث عن كريات شمونة، كريات موتسكين وبعض المناطق العسكرية. كان هناك أيضا تغير ربما في استراتيجية حزب الله الإعلامية، كان هناك بعض مقاطع الفيديو التي تم بثها بالعبرية موجهة لمواطني إسرائيل تطلب منهم البعد عن الأماكن التي يتواجد فيها مواقع عسكرية وأمنية، وبأنهم في خطر طالما هذا القصف الإسرائيلي على لبنان مستمر. إذن نتحدث ليس فقط عن الحرب المباشرة بين كلا الطرفين، وإنما عن حرب نفسية يمارسها الجانب الإسرائيلي أيضا، ويرد عليها حزب الله في إطار تحقيق كل منهم لأهدافه. حزب الله يقول أنه يعلن الأخبار بصراحة وبوضوح عن الاستهدافات التي تناله عندما ينعي المنتسبين إليه في عدد من البيانات، وأيضا يظهر يعني نتحدث بالأمس وحتى صباح هذا اليوم عن 10 استهدافات في مناطق مختلفة في إسرائيل قام حزب الله باستهدافها. طيب. إما برشقات الصواريخ وإما عبر المسيرات. أعود إليك شكر. ماذا عن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لثمانية معابر حدودية بين سوريا ولبنان؟ هذا الذي كنت أشرت إليه بالقول، وأيضا كانت المعلومات تحدثت إلى أن هذه المعابر ما بين لبنان وسوريا وتحديدا المقابلة للهرمل وتحديدا ما بعد حوش السيد علي هي معابر منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، ومنها ما هو عليه حواجز تابعة للأمن العام السوري الذي أيضا يقوم بعملية تسيير دخول النازحين من الجهة اللبنانية إلى الجهة السورية. الغارات كما شرحت لك بالتفصيل بين إبش وأيضا العريض وصالح ومطربة وحوش السيد علي، والمعلومات تحدثت أو حتى أن التصاريح الرسمية اللبنانية من وزير الأشغال أكد على استهداف جسر يربط لبنان بسوريا في تلك المنطقة. شكرا جزيلا إذن من البقاع مراسل الحدث محمود شكر، كذلك شكرا لموفد الحدث أحمد باجاتو إلى مرج عيون في الجنوب اللبناني. نعود في سياق هذه الساعة الإخبارية معكما ربما لاحقا في سبيل الوقوف على آخر التطورات. أجهجت نازحة لبنانية في مدينة صور بالبكاء عند سؤالها من قبل موفدة الحدث عمن تسبب في هذا الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه. نتابع. شو بدي طالب؟ هي أنا مثل غيرنا، ما بنقدر نعمل شيء ولا بنقدر نحكي شيء، والحمد لله هي أنا اللي بيصير علينا بيكون كاتب رب العالمين. هي اللي بقدر أقوله. بس تحب توجهي شي كلمة لشي حدا من المسؤولين؟ لمين بدي واجه كلمة؟ لمين؟ للرؤساء؟ ما حدا عم يطلع فينا. مين بدي واجه كلمة؟ مين بتعتقد المسؤول عن الوضع اللي هلأ عم بتعيشوه؟ ما بعرف هيك، ما في احكي ولا لا، ما في احكي، ما بعرف، لا ما بدي احكي خلاص، ما حدا مسؤول، هذا قدره مكتوب. أفادت مراسلة الحدث في جنوب لبنان بشن غارات صباحا على عدد من القرى مما أدى إلى مقتل 4 على الأقل وفق وزارة الصحة اللبنانية.
أفاد مراسل الحدث باعتراض صواريخ فوق مجمع رافائيل للصناعات العسكرية قرب عكا. ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ 75 غارة ليلا على أهداف حزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرقا. في مقابلة خاصة مع العربية إنجليش قال السياسي اللبناني ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جون بلاط إنه يأمل ألا يتحول الوضع في لبنان إلى حرب لا نهاية لها، وأضاف أن الحل يكمن في العودة إلى اتفاقية عام 49. كيف ترى الوضع في لبنان اليوم؟ أأمل أن لا تكون حربا لا نهاية لها مثل الحرب في غزة، أأمل ذلك، لكن ليس لدي أي أدلة على ذلك ما لم نتخيل حلا سياسيا. بالنسبة لي الحل السياسي يكمن في محاولة العودة إلى الاتفاقية التي وقعتها الدولة اللبنانية مع إسرائيل عام 49 من خلال الأمم المتحدة. هذه الاتفاقية وضعت قواعد قائمة على حالة لا حرب ولكن اللا سلام أيضا. وأضاف جون بلاط أن إسرائيل ورئيس وزرائها لا يهتمون بالمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين ولا بجهود التهدئة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية. هل كان من المثير للدهشة أن الهجمات على حزب الله جاءت بعد يوم واحد فقط من زيارة المبعوث الأمريكي إلى إسرائيل؟ هذا يعني أنهم لا يهتمون بالمبعوث الأمريكي. إنهم لا يهتمون. نحن نتحدث عن هوكشتاين. الإسرائيليون ونتنياهو لا يهتمون به، وهم يرفضون أي جهود ولو كانت ضئيلة من قبل الإدارة الأمريكية لتهدئة الوضع ولو قليلا. خلال سنوات تغطية للبنان غالبا ما سمعت من مجموعات مختلفة أنها سترحب بالتحركات الإسرائيلية لإزالة حزب الله. لكن أيضا خلال السنوات لدينا عقدين من الزمن من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. في عام 82 جاء الإسرائيليون إلى غرب بيروت واجتاحوها ثم انسحبوا. أتمنى أن تفكر الأحزاب المحلية بالتجارب السابقة، وحتى نتنياهو أتمنى أن يفكر بتبعات اجتياح جزء من جنوب لبنان، جزء منه لا أعلم أين. هذا ما يقوله وزير دفاعه. أطلقت إسرائيل صواريخ اعتراضية فوق عكا وخليج حيفا بعد انطلاق صواريخ من جنوبي لبنان تجاه المنطقتين. وذكر مراسل الحدث أنه قد جرى اعتراض صواريخ فوق مجمع رافائيل للصناعات العسكرية قرب عكا. وفي إيلات أفادت مصادر الحدث بأن المسيرة التي أطلقت نحو ميناء إيلات أصابت مصنع البوتاسيوم المعد للتصدير وقد أوقفت عمله. وأشارت المصادر إلى إطلاق صاروخ موجه اعتراضي فوق البحر الأحمر حيث مرت المسيرات. معي مباشرة من حيفا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كذلك من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك مباشرة زياد، هذه الأخبار المتعلقة بالصواريخ الاعتراضية لاستهداف رافائيل وأيضا استهداف المصنع في إيلات. هذا صحيح، هذه الاعتراضات كانت في العمق من خلفنا في ساعات قبل ساعات عمليا جرى إطلاق 45 صاروخا
من لبنان اتجاه شمال إسرائيل. بعض الصواريخ سقطت في محيط مستوطنة ريغفا وفي مواقع عسكرية قريبة من هناك. عدد من الصواريخ جرى اعتراضه فوق مجمع الصناعات العسكرية رافائيل بالقرب من مدينة عكا. ورأينا أيضا عددا من الصواريخ يسقط في البحر عمليا من الصواريخ التي أطلقت. القصف في كل الأحوال تجدد مرتين منذ تلك الواقعة. عمليا جرى استهداف مدينة صفد والجليل الأعلى برشقة صواريخ قبل بعض الوقت. عمليا كان هناك أضرار مادية في هذا الاستهداف، لكن بدون أدنى شك في المقابل إسرائيل ما زالت تقوم أيضا بغارات مكثفة. بهذا المعنى تبادل الضربات مستمر منذ ساعات الصباح، رغم أن الأمور كانت هادئة نسبيا منذ عصر أمس وحتى صباح اليوم. أمر السؤال لغنوة. غنوة، من حيث أنت، ما هو الواقع الذي يمكن أن نرصده بما يتعلق بشؤون النازحين؟ بالنسبة لشؤون النازحين حيث نقف هنا في علي، كنا قد يعني بحسب المنظمين هنا، بحسب البلديات، بحسب الجمعيات، هم يقولون بأنهم لم يتلقوا أي مساعدة من لجنة الطوارئ أو الحكومة اللبنانية. يعني إحدى العاملات في الجمعيات كانت قد وصفت بأنه كأن هناك من يداوي الرأس ولكن يترك الجسم، بما أنه بعض المساعدات لا تصل إلى خارج القرى الجنوبية أو إلى خارج بيروت. أقله هذا الحال، هذا هو الحال في علي. عندما سألنا إذا كان الموضوع هو لأنه يعني لم تكن لجنة الطوارئ بالفعل تحضرت لهذا السيناريو أو أن الأعداد فاقت قدراتها، هي قالت بأنه ربما يعني وصفت الموضوع بكأنه هناك امرأة حامل ذهبت إلى المستشفى على أساس أن تلد طفل واحد، ولكنها تفاجأت بولادة 7 أطفال، بما يعني بأن عدد النازحين لم تكن تتوقعه اللجان المحلية وأيضا لجنة الطوارئ. لذلك هناك احتياجات كثيرة لم تصل إلى النازحين. حتى الآن تقوم يعني الأحزاب المحلية هنا، مثلا الحزب التقدمي الاشتراكي، الجمعيات المحلية، المبادرات فردية، يحاولون تأمين ما يحتاجه النازحين من مأكل، مشرب وغيره، ولكن هناك أمور أخرى كأدوية مفقودة، كأمور يحتاجونها بشكل يومي. هذا الأمر يعني يتم تأمينه بالحد الأدنى المطلوب، وهو أمر يعني أدى إلى وجود بعض الأمراض بحسب ما أخبرنا في بعض المدارس. لذلك هناك صرخة يرفعها المسؤولون عن المراكز في الأماكن خارج بيروت من أجل مناشدة الدولة وأيضا يعني المؤسسات الدولية التي قالت بأنها ستقدم مساعدات على تقديم تلك المساعدات، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مدارس تنقصها بعض الالتزامات، يعني أن يكون هناك ربما سوء للتوزيع. نعم، أستأذنكما يعني غنوة وزياد، نتوقف مع هذه الزاوية الخبرية. انفجارات تتردد في حي المساكن في مدينة صور جنوب لبنان. موفدة الحدث كانت على الهواء ساعة وقوع هذه الانفجارات. نعم، هو خلفي تماما. لا تزال الانفجارات تحدث إثر غارة إسرائيلية يعني ضربت منذ قليل المساكن في مدينة صور. لم نعرف بعد، لأننا كنا بهذا المباشر، ما إذا كانت ضربت نفس المبنى الذي تم استهدافه بالأمس. ولكن اللافت اليوم محمد، وهذا أنا يعني صراحة خلال هذين اليومين لم أشهده، وهو أن تتصاعد وتبقى أصوات الانفجارات تتردد بهذه المدة الطويلة بعد سقوط الغارة. يعني لا أدري إن كان هذا فعلا مستودع للأسلحة والأسلحة تنفجر. طيب، ولهذا تتكرر أصداء هذه. سلامتكم كصحفيين مهمة جدا فيما يتعلق بالتغطية، لك القرار في عملية الاستمرار في هذا المباشر أو توقف عن ذلك، ولكن بودنا أن نأخذ صورة مقربة أكثر لموقع الانفجار في صور الآن. هو الانفجار بمحيط مدينة صور بحي المساكن،
تم استهداف هذا الحي بالأمس. تتردد أصوات الانفجارات لا نعرف بعد يعني طبيعتها، لماذا بعد الغارات. طيب 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 سأحاول الابتعاد والإبقاء على الكاميرا، ممكن فقط لأنه الإبقاء على هذه الصور المباشرة، بإمكانكم التوجه إلى مناطق أكثر أمنا. إذن كان هذا يعني جانبا من هذه التغطية موفدة الحدث إلى هناك أثناء وقوع هذه الانفجارات المتتالية في محيط صور وتحديدا في حي المساكن. أعود إليك زياد حلبي مدير مكتب الحدث في فلسطين من حيفا. ظهرت تلك التقارير التي تحدثت عن قبول للمبادرة الفرنسية الأمريكية، وسرعان ما خرج مكتب نتنياهو لينفي صحة قبول إسرائيل بهذه المبادرة والقبول بوقف إطلاق النار. كلا الأمرين ليسا بعيدين عن نتنياهو، بمعنى التسريب الأول الذي تحدث عن أن إسرائيل تقبل بوقف إطلاق نار من أجل المفاوضات، ومن ثم بعد ساعتين إصدار بيان رسمي عن مكتب نتنياهو يقول العكس تماما، يقول أن نتنياهو لم يجب بعد الأمريكيين والفرنسيين، وأن الحرب مستمرة والضربات لحزب الله، وأنه يريد تحقيق الأهداف في الشمال وفي الجنوب. تناغم ذلك مع عدد كبير من الوزراء الذين خرجوا ضد أي وقف لإطلاق النار. وزير الخارجية الإسرائيلي يتسرائيل كاتس كان آخر هؤلاء الذين طالبوا بضرورة الاستمرار في هذه الحرب. كان هناك تهديد واضح من بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيضا بعمليا فرض عقد الحكومة إذا ما أوقف نتنياهو النار، وذهب إلى أمر مشابه وزير المالية سموتريش في معارضة هذا الموضوع. رغم كل هذه التصريحات العلنية، ومصدر غربي في القدس يقول إن هدف هذه التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين هي إجهاض المبادرة، لكن لم نسمع بعد من موفد نتنياهو الوزير ديرمر أي رفض إسرائيلي، بمعنى لم يقل نتنياهو لا في المفاوضات حتى الآن للأمريكيين والفرنسيين. هذه المواقف علنية تبدو جزءا ربما من المفاوضات حتى. طيب أعود إلى غنوة، وأيضا بالحديث عن الوضع الإنساني، ظهرت بعض التقارير لتؤشر بوضوح إلى أن المساعدات لا تكفي للنازحين. أيضا هناك يعني حديث عن القدرة الاستيعابية لبعض المراكز التي تؤوي هؤلاء، أيضا الموضوع بحاجة إلى إدارة بشكل أعمق وأفضل. ماذا عن ذلك أيضا غنوة؟ صحيح، عدد كبير من النازحين الذين وصلوا إلى مراكز يوم أمس مثلا في بيروت كان يطلب منهم الانتظار ريثما يتم تحويلهم إلى مراكز أخرى، لأنه بعض المدارس كانت قد امتلأت بشكل كامل في بيروت. وهنا أيضا في علي أيضا يعني بلغت قدرة المدارس على استيعاب النازحين ذروتها، لم يعد بإمكانهم أيضا استقبال عدد آخر من النازحين. أيضا قيل لنا بأن لجنة الطوارئ هنا في علي، اللجنة المحلية، تعمل على تأمين مراكز أخرى لإرسال النازحين إليها. يعني هناك العمل جار أيضا على افتتاح مدارس إضافية، مدارس رسمية إضافية في مناطق أخرى. أيضا في بيروت كان هناك يوم أمس حديث عن افتتاح مدارس إضافية، لأنه كما ذكرنا بأن عدد النازحين الذين وصلوا مجتمعين في وقت واحد كان أكبر من قدرات يعني الحكومة اللبنانية ومن قدرات المجتمعات المحلية. لم يكن هناك يعني تصور لأن يصل العدد إلى هذا الحد في فترة زمنية قصيرة. حتى الأحزاب المعارضة كانت قد تحدثت، المعارضة لحزب الله كانت قد تحدثت بأنه سيكون هناك افتتاح لمراكز في مناطقها، وعلى أن تقوم هي بإدارة هذه المراكز وبالاهتمام بالنازحين، نظرا
شدة الوضع الإنساني الذي طرأ خلال أيام قليلة. أريد أن أنوه أيضا بأن وزير الأشغال كان قد يعني خلال مؤتمر صحفي مع مديري المرافق البحرية كان قد أعلن بأنه طالب بتسريع إخراج البضائع من المرافق البحرية، وأيضا التعاون مع التجار والأجهزة العاملة في كل المرافق اللبنانية لتأمين خروج تلك البضائع، متمنيا ألا يكون هناك ارتفاع لأسعار السلع. طبعا هناك تخوف من أن تكون هناك حرب شاملة وبالتالي أن ربما تقصف أماكن تكديس تلك البضائع، لذلك هناك عمل على إخراجها بسرعة. حتى الآن بحسب وزير الاقتصاد حتى الآن هناك احتياجات تكفي الجميع لثلاثة أشهر على الأقل، ولكن هناك خوف من أن يصبح لبنان غير قادر على استيراد أو يعني وصول المساعدات أو بضائع جديدة له. طيب أعود إلى زياد. زياد، بعيدا طيب عن أخبار الهدنة ووقف إطلاق النار عند الجبهة الجنوبية اللبنانية، ماذا عن التفاوض تحت النار؟ ماذا عنه؟ هناك الآن إطلاق نار وتبادل إطلاق نار، لا يوجد مفاوضات عملية. أقول هل يعني بمعنى زيادة مرحلة هناك مبادرة، يعني إذا سمحت لي هنا ما أتحدث عنه أنه بعض التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل يمكن أن تأخذ مسارا متعلقا بالمفاوضات لكن مع استمرار يعني إطلاق النار. هذا تصريح نتنياهو وليس مصادر فقط، هو قال ذلك حرفيا بالأمس أنه يريد أن يفاوض تحت النار. حاليا هناك مبادرة أمريكية على الطاولة، نتنياهو يصل إلى نيويورك ومن ثم سيعرف إذا كان يوافق على هذا الموضوع أو لا يوافق. حاليا الوزير ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية هو من يفاوض حاليا، لكن لا يوجد الآن مؤشرات واضحة إن كانت إسرائيل بصدد رفض هذا الموضوع أو لا. كما قلت قبل قليل المصادر الغربية تقول إن نتنياهو لم يقل لا رسميا بعد. شكرا جزيلا. إذن مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كذلك من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم، يعطيكم العافية. تنضم إلي مباشرة الكاتبة الصحفية سناء الجاك. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذة سناء على شاشة الحدث. دعينا نبدأ بالسؤال بشكل عام، ما الذي يفرق، ما الذي يختلف حين نتحدث عن الدبلوماسية الأمريكية الفرنسية لإيقاف الحرب أو تحقيق هدنة أو وقف إطلاق النار في جبهة الجنوب اللبناني والبقاع عن الجهود نفسها بما يتعلق بجبهة غزة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. بداية الذي يختلف عندما نتحدث عن فرنسا والولايات المتحدة بما يتعلق بجهود تتعلق بلبنان عما هو الوضع في غزة هو الرابط الفرنسي الذي لم يكن على خريطة التفاوضات بشأن غزة. الرابط الفرنسي الذي يرتبط أكثر بلبنان وإلى حد ما بإيران في سبيل تحديد يعني التواصل مع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار من الجهة من جهة محور الممانعة، إلى جانب ما تقوم به الولايات المتحدة مع إسرائيل. يعني نحن نرى أن الجهود تتكثف مع أموس هوكشتاين ومع الدبلوماسية الفرنسية. من هنا هناك رابط ما بين إيران وحزب الله مباشر بواسطة فرنسا ورابط أمريكي مع إسرائيل، هذا الذي ربما يشير إلى إمكانية الوصول إلى تفاهم ما، لأن الحوارات تكون مباشرة أكثر وتصب في صميم التفاوض بدون وسطاء كما يقال. أما بالنسبة لغزة فهناك فقط الولايات المتحدة، قطر، مصر، تختلف الأمور. يعني إيران بعيدة عن الصورة وتواصل بشأن هذه المفاوضات يكون بطريقة غير مباشرة. هنا لدينا إمكانية لتواصل مباشر وهناك تواصل
بالواسطة ما اختلاف ظروف الحرب على لبنان عنها على غزة من قبل إسرائيل. نعم، بحسب ما تم إعلانه على لسان وزير الخارجية الفرنسي الجديد بالمناسبة جان نويل بارو، عندما يشير إلى مبادرة بهذه الملامح حتى بتحديد عدد أيام الهدنة في إشارة إلى 21 يوما، ألا يؤشر ذلك بوضوح إلى أن هذه البادرة أو المبادرة قابلة للتطبيق؟ هذا من ناحية، أوافقك أن هذا من ناحية يؤشر إلى أن هذه المبادرة قابلة للتطبيق. وكذلك علينا أن ألا ننسى قبل أيام يعني مع اندلاع الحرب الفعلية في لبنان وموجات التهجير والنزوح الكثيف، كان هناك اتصال بين ماكرون والرئيس الإيراني إذا لم تخن الذاكرة، وكان الحديث عن جهود إيران لوقف إطلاق النار، ما يدل على أن يعني احتمال تفعيل المبادرة وإنجازها بشكل ناجح بدأ قبل مبادرة وزير الخارجية، بدأ باتصال الرئيس الفرنسي ماكرون واهتمامه مع إيران تحديدا بوقف إطلاق النار في لبنان، يعني إقناع حزب الله أو طلب من حزب الله بصراحة التجاوب مع أي مبادرة. لكن ما دمنا نتحدث عن اتصالات أو الحراك الدبلوماسي المباشر من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون نفسه، لم يكن رد الفعل الإسرائيلي على هذا الحراك في إشارة إلى مكالمة بين ماكرون ونتنياهو يحمل أثرا إيجابيا، حتى أن التقارير وصفت لهجة نتنياهو بالعنيفة أثناء حديثه مع ماكرون. معك حق، بس كان ذلك قبل بداية هذا الهجوم العنيف على لبنان، قبل الاثنين. نحن نتذكر أن هذه المكالمة جرت قبل الاثنين، وطبيعي أن يتعنت نتنياهو اليوم، فهو حقق إنجازات بالنسبة له يعني على حزب الله يمكن أن تؤخذ في الحسبان. لماذا يريد أن يتفاوض ويتنازل اليوم؟ من المرتقب أن يرفع نتنياهو سقف مطالبه كثيرا ليصل إلى اتفاق كامل شامل بالنسبة للجنوب اللبناني بعدما حقق هذه النسبة من الاعتداءات التي تحولت إنجازات في ملفه، يعني بعد الهجوم السبراني على الأجهزة التي كانت تخص حزب الله، بعد الاغتيالات الفظيعة التي حصلت، بعد القصف المجنون، بعد تهجير الأهالي، هو يعني يمكن أن يحسب أنه يستطيع أن يرفع السقف للحصول على مطالب أكثر. وما نلاحظ بخصوص هذه السقف أستاذ سناء، لأنه حقيقة هذه نقطة جوهرية تشيرين إليها بما يتعلق بالسقف، ما السقف الإسرائيلي هنا؟ يعني هل نتحدث مثلا بحسب ما أشار جون بلوت محافظ الألقاب لمذيعة العربية إنجليش وقال الولوج أو إلى العودة إلى اتفاق أو هدنة 1949، أم يتحدث لربما إلى القرار 1701؟ هل أصلا يرضي الآن الإسرائيليين تطبيق القرار 1701؟ هذا ما تحاول إسرائيل اليوم أن تستغله، إعادة يعني تعديل القرار 1701 بما يعطيها مزيدا من المكاسب، يعني ربما هي لم تعد تكتفي بجنوب الليطاني، تريد أكثر من ذلك، تريد نقاط متقدمة شمال الليطاني، تريد أن تتوصل إلى نقطة بحيث لا يستطيع حزب الله أن يعني يطالها بأي شكل من الأشكال، تريد أن تفرض شروط جديدة تتعلق بوجود الجيش في الجنوب، تتعلق بربما يعني اتصالات مباشرة، مفاوضات مباشرة مع لبنان بشأن اتفاق ما لترتيب الحدود يعني ليس للاعتراف بإسرائيل ولكن باتفاقية رسمية. لماذا تخرج فكرة تطبيع أو الاعتراف بإسرائيل عن النقاش أستاذة سناء؟ لأن لبنان لا يستطيع ذلك بكل بساطة. لماذا يود لبنان الاعتراف بإسرائيل في حين إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية؟ ولماذا يبادر لبنان في هذه المرحلة بالذات
في ظل يعني حرب الإبادة التي مارستها إسرائيل على غزة، في ظل ما تريد أن تفعله في الضفة الغربية، أن يعترف بإسرائيل؟ هذا أمر لا يصح لا معنويا ولا أخلاقيا. إذا سمحت لي بهذا السؤال، هل نتحدث عن لبنان الرسمي أم نتحدث عن حزب الله؟ نتحدث إلى حد ما عن لبنان الرسمي، نعم نتحدث عن لبنان الرسمي، حتى أكثر المعارضين لحزب الله لا يستطيعون، لا يستسيغون مثل هذه الفكرة، لأن لبنان الشعبي لا يتوافق مع هذه الفكرة، حزب الله لا يتوافق مع هذه الفكرة. لماذا أعطى إسرائيل ضمانات على حدودها الشمالية وهي لا تزال يعني تفتق بالفلسطينيين أينما كان، بماذا عن ما قامت به حماس أو ما قام به حزب الله؟ لبنان الرسمي في ظل عدم توافق عربي كامل لا يستطيع أن يطبع مع إسرائيل، سيكون دائما المقيل حتى قبل حزب الله، لبنان سيكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل بحكم موقعه الجغرافي بين سوريا وإسرائيل. هو لا يستطيع أن يكون مبادر للتطبيع مع إسرائيل ما لم يطبع العرب جميعهم معه. لبنان يخسر، لبنان الرسمي يخسر، وحزب الله لا يقبل. النقاط كثيرة التي تحول من هذا المبدأ. طيب، أيضا بالعودة إلى القرار 1701 هنا أستاذة سناء، هل نتحدث عن الصيغة نفسها؟ هل نتحدث عن هذا القرار بكل ما ينبثق منه من ملامح ومعالم واضحة بخصوص النقاط المختلف عليها، النقاط كلها الموجودة على الحدود من الناقورة، عن الانسحاب الإسرائيلي، العودة كذلك إلى تلك المنطقة الفارغة بوجود اليونيفيل والجيش اللبناني، أم نتحدث عن تغييرات يمكن أن تتحدث بها إسرائيل بسبب العمليات العسكرة العنيفة والغارات الكبيرة التي تقوم بها اليوم؟ إذا ما تمعنا في قراءة القرار 1701 نجد بوضوح أنه يضمن لإسرائيل أمور كثيرة. يعني في أحد البنود نلاحظ أنه ممنوع على حزب الله أو على أي فريق لبناني غير الدولة استيراد أسلحة أو استخدام أسلحة. يعني هناك ما يضبط الوضع إذا ما تم تنفيذ القرار 1701 بحيثيته كلها. تبقى فقط مسألة الحدود التي تنتظر، يعني مزارع شبع تنتظر اعتراف رسمي من الدولة السورية بأن هذه المزارع اللبنانية، النقاط المختلف عليها على الحدود القرى والمواقع، هذه تحتاج إلى مفاوضات وإعادة تحديد حدود وما إلى ذلك. أما حيثيات القرار 1701 يجب أن يرضي إسرائيل، يعني يجب أن إذا ما التزمت إسرائيل بعدم اختراق الأجواء اللبنانية والاعتداءات المتكررة، وإذا ما التزم حزب الله باحترام بنود القرار لجهة عدم توجيه سلاحه إلى إسرائيل، القرار 1701 يناسب الجميع. منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية، منذ بداية العمليات العسكرية الشرسة والعنيفة على الجنوب اللبناني والبقاع، دائما ما يبرز السؤال الكبير تخريجه لموقف حزب الله اليوم. نتحدث عن جبهة إسناد ومشاغلة أعلن عنها حزب الله لجبهة غزة، كيف سوف يعود عن هذه الخطوة؟ كيف سوف يتراجع عن مثل هذه الخطوة؟ ما موقف حزب الله أمام أنصاره حتى والداعمين له؟ هل الموقف الإيراني الذي يوصف بأنه متراخٍ إلى حد ما حسب بعض التقارير، هل يمكن أن يؤمن كل ذلك فرصة واجهة صفحة بيضاء لحزب الله في سبيل العودة؟ بالنسبة لحزب الله الوضع معقد كثيرا. يجب أن نضع في الحسبان أن حزب الله لا يتصرف من عندياته، وهو ليس مستقل القرار مهما حاولوا، إن كان من جهة إيران أو من جهة الحزب في لبنان، أن يقولوا أن كل ساحة تحدد هي طريقة عملها وقرارها في مسألة توحيد الساحات. حزب الله لا يستطيع أن يتوقف عن القتال في الجنوب ما لم تقرر إيران ذلك بوضوح، وإيران لا أعتقد أنها ستقرر ذلك الآن، لأن المكاسب التي يمكن أن تحصل عليها إيران ترتبط بغزة ولبنان في آن ما، وتجعل الضغط على
القوى الدولية وإسرائيل أكبر عندما ترتبط بغزة ولبنان في آن ما. بالتالي هي عندما تريد أن تفاوض وتستخدم الورقة اللبنانية والورقة الفلسطينية تحتاج إلى ربط الساحات. إذا ما فكت الساحات الآن، حزب الله سيبدو بموقف المنهزم بكل بساطة، لأنه لم يحقق المساندة الفعلية لغزة ولم يستطع حماية شكرا. لبنان أو حتى حماية نفسه في هذه الحرب المؤلمة. إذن الكاتبة الصحفية سناء الجاك كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك ألف عافية. أفاد مراسل الحدث بأن الجيش السوداني سيطر على وسط الخرطوم وبدأ يتحرك في محاور عدة، حيث شهدت الخرطوم اليوم اشتباكات تعتبر الأعنف وتشهد على تصعيد عسكري غير مسبوق على مدى الأشهر الماضية. أفاد مراسل الحدث باندلاع معارك بين الجيش والدعم السريع منذ ساعات الصباح الأولى في عدة محاور في العاصمة الخرطوم، إذ شن طيران الجيش غارات جوية على مواقع الدعم السريع في الخرطوم، كما شن غارة جوية في منطقة المجرن وسط الخرطوم. وبحسب مراسل الحدث فقد سمعت أصوات قذائف مدفعية إضافة إلى انفجارات متقطعة قرب سلاح الإشارة في مدينة بحري شمالي الخرطوم. وقد أفادت مصادر بتقدم لقوات الجيش تجاه مدينة بحري عبر جسري الحلفاية وجسر القوات المسلحة، كما تقدم الجيش عبر جسري النيل الأبيض والفتحاب من أم درمان تجاه الخرطوم. نقلا لهذا الواقع الميداني معي مراسل الحدث المقداد حسن من الخرطوم، إليك المقداد. بالفعل أحمد، العمليات العسكرية والهجومية البرية والجوية والمدفعية على السواء من قبل الجيش السوداني تزامنت على عدد من محاور القتال وقواعد الجيش العسكرية. ربما من قراءة الواقع العسكري يمكن أن نشير إلى أن هذه العملية ربما هي كانت وفق خطة مسبوقة متزامنة مع جميع الأسلحة والمقرات التابعة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، لأن هذه المعارك التي شهدناها اليوم ومنذ الثانية فجرا كانت متزامنة في وسط العاصمة الخرطوم، حيث القيادة العامة للجيش السوداني وكذلك في منطقة المجرن وهي منطقة استراتيجية حاكمة بها جسرين مهمين يربطان مدينة أم درمان بمدينة الخرطوم. هذه العملية أيضا شهدت عمليات برية في هذين الجسرين من قبل قوات الجيش السوداني في محاولة للسيطرة على هذه المنطقة الحاكمة. نحن هنا تابعنا العمليات العسكرية وشاهدنا الغارات الجوية على هذه المنطقة الاستراتيجية في منطقة المجرن، رصدنا أكثر من غارة جوية على هذه المنطقة، أيضا تزامنت معها سلسلة من الغارات الجوية ربما هي لأول مرة نشاهدها في العاصمة الخرطوم. هذه الغارات تركزت في المنطقة الجنوبية من العاصمة الخرطوم في محيط السوق المركزي ومحيط المدينة الرياضية ومنطقة الصحافة ومنطقة الأزهري جنوب العاصمة، أكثر من حوالي 10 ضربات جوية ومدفعية متزامنة ربما هي تقرأ من سبيل يعني ضربات متزامنة في كل مواقع العاصمة. أيضا عبر شهود عيان في أقصى شمالي العاصمة شهدت أيضا توغلات برية من قبل الجيش السوداني في محيط منطقة الكدر العسكرية ومنطقة الحلفاية. نعم. كل هذه المواقع يعني شهدت عمليات متزامنة لأكثر من حوالي 12 ساعة متواصلة، هدأت في اللحظات الماضية كان هنالك تحليق مستمر للطائرات الحربية واستهدافات متكررة من هذه الطائرات على مواقع على مد البصر وعلى مختلف المواقع. الجهات الرسمية نعم تواصلنا معها في أكثر من جهة رسمية تواصلنا معها لكن امتنعت عن التعليق وتقول إن واكتفت بالقول إن شكرا. العمليات العسكرية والمعارك مستمرة أحمد. إذا نكتفي بهذا القدر وسمحنا على المقاطعة. دهمنا الوقت المقداد حسن مراسل حدث من الخرطوم، شكرا جزيلا. أعود وألقاكم على رأس الساعة فابقوا معنا.